وللحديث عن الحريات الصحفية وحريات الإعلام وما تتعرض له من انتهاكات كان آخرها إغلاق قناة البغدادية، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والناشط والمدني عادل الجبوري. حياكم الله سيد عادل. حياك الله. أهلا بك. بداية سيد عادل، كيف تم اقتحام قناة البغدادية ومن هي الجهة الأمنية التي نفذت ذلك الاقتحام وما خلفية الأزمة بشكل عام؟ نعم، خلفية الأزمة هو قيام الأخ الزميل عادل الربحاوي بتوجيه رسالة إلى سماحة السيد مختار الصدر، فانزعج متابعيه وذهبوا إلى قناة البغدادية. كان عملية إغلاق البغدادية من قبل هيئة الإعلام والاتصالات بحجة أنه لا توجد لديهم إجازة للعمل، هذا شيء مرفوض من عندهم، لأنه البغدادية صار لها سنوات تعمل في بغداد، في يوميا تطلع هذه السودة التاسعة، يعني هم ما يشوفون تلفزيون، يشوفون يدققون هذا عنده إجازة أو ما عنده. اليوم يلا طلعت عنده أنه هذه القناة ما مجازة ويجب غلقها، وحتى لو كان ما عنده إجازة يجب أن توجه له كتاب رسمي تقول له تعال جد الإجازة مالتك، وإلا سيتم قطع البث عنك بعد 30 يوم بعد 15 يوم. لكن القطع المباشر هذا حرية الإعلام من مقتولة هنا في العراق. اليوم حرية الإعلام تشكو أنه أي واحد يتحدث بقضية يتعرض إلى القتل أو إلى الاختفاء أو إلى المحاكمة، يعني محاكم التحقيق لا تستلم لحد الآن شكاوى على الصحفيين، وهذا هو لا يجوز حتى أصلا، لأنه مجلس القضاء الأعلى شكل محاكم مختصة بالنشر والإعلام في الاستئنافات في بغداد بحثها بها الكرخ والرصافة وفي كل محافظة، لكن يلجؤون إلى التحقيق حتى يرهبون الصحفي. فالصحفي اليوم في العراق يعيش في مهنة المتاعب ومهنة يعني القتل المباشر، إذا تكلم بأي كلمة خارجة يعني يجب أن تمجد بالسلطة حتى أنت حتى على أخطائها حتى أنت تعيش كصحفي، وهذا الصحفي الشريف لا يقبلها. نعم سيد عادل، يعني بحسب معلوماتك هل كان لدى هذه الجهة الأمنية أمر قضائي يقضي باقتحام القناة أم أن الأمر كان عملية أمنية ليس لها سند قانوني؟ والله هم حسب ما قالوا في بيانهم انه بامر القضاء، لكن القضاء شو كنت تطل الامر؟ يعني باللحظه يطل الامر القضاء غير اكو تحقيق، اكو اشاعه، فهم دخلوا الى قناه البغداديه وشدوها وغلقوها وغلقوا القناه الثانيه اللي موجوده بالوزيريه، وهذا اجراء تعسفي بحق الصحافه وبحق القنوات الفضائيه. كثير من يعني هم يبدون يهزمون قنوات الفضائية إلى أربيل حتى منها تتبث، مثل الشرقية شلون تتبث من أربيل وما حد يقدر يحشيها، يعني عملية إبعاد الصحفيين والصحافة من بغداد بالذات. يعني نعم، مصادر أكدت اختطاف المذيع بالقناة علي الذبحاوي، هل هناك معلومات عن مصيره؟ علي الزميل علي الذبحاوي تم اختطافه، لكن لم يذكر البيان من هي الجهة التي قام باختطافه، وهذا إجراء غير صحيح، لأنه الخطف هو ميزة العصابات وليس ميزة دولة تدعي الديمقراطية. الديمقراطية في العراق ما لا توجد أي ديمقراطية، لا توجد أي حرية للصحافة، المادة 38 من الدستور اللي يتحدثون عنها هذه بس مجرد وجودها بالدستور، لكنه بالتطبيق لا توجد أي تطبيق. الأخ علي الذبحاوي قبل فترة همين تم الاعتداء عليه في محافظة النجف وتم كسر خشمه، إذا وعديد من الصحفيين يوم نشوف أنه يتعرضون إلى عملية الضرب أو الاختطاف وهذا ما تفاصيل هذه العملية؟ هل تم اختطافه يعني من القناة أم من منزله أم ماذا؟ لا، من 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 داره، أعتقد من داره، رايحين إلى داره، هم رغم وجود قوة أمنية مجاورة إلى داره تم اختطافه من داره. وهذا عيب على القوات الأمنية اللي قالت ما تدافع عن شخص ليتم اختطافه. ألم تتخذ القوى الأمنية أي إجراء لضمان سلامته أو إعادته؟ لا بالعكس، القوى الأمنية لا تتدخل اليوم، لا تتدخل، بس تتدخل للإشاءة إلى الصحفي، مثل ما نشوف احنا المراسلين ليتكسر
كاميراتهم والهواجمات تتكسر، لانه يريدون يغطون عمل حدث. يعني هذا اليوم الصحافه قلت لك بالعراق لا توجد صحافه حره بالعراق، مسجد السلطه انت امشي، ما تمجد السلطه تنتقدها تهان وتضرب ويوصل الى القتل او الى الاختطاف. يرجون صحفي يمجد السلطه والسلطه لا تعمل اي شيء للشعب. طيب هذه الإجراءات وهذه التصرفات وهذا المنع وكم الأفواه، إلى أي مدى يدحض ادعاءات الحكومة بوجود حرية في العراق وحرية التعبير أمام الأمم المتحدة، وإلى أي حد أيضا يؤكد التقارير التي تؤكد خطورة امتهان الصحافة في العراق؟ اليوم قلت لك الصحافة العراقية عملية مدح للسلطة يبدوها، اما الصحفي اليوم الحر اللي يكتب يعني يخاف، حتى الجريده الصحف اليوميه اللي تصدر ورقيا رئيس التحرير يخاف ينشر اي نقد لاي واحد يخاف يحرقوا له الجريده، وبعض القنوات الاعلاميه تخاف تطلع اي موضوع للشعب للمواطنين، لانه ذاك اليوم طلع مع المواطنين احد الزملاء غلقوا القناه تمينا مالتهم. فاليوم الصحافة بالعراق تعاني انه عملية يعني تكميم افواه بشكل مو طبيعي، وحقوق الانسان منظمات حقوق الانسان ساكتة، منظمة حقوق الانسان في العراق او الامم المتحدة ساكتة عما يجري ولا تتدخل، وتشوف بعينها انه الصحفيين في العراق يعانون الامرين من خلال ما تقوم به السلطة الحاكمة عندما يوجه أي نقد أو أي عملية شرح لموضوع. يعني اليوم البارحة الزميل حيدر الحمداني طلع موضوع ينبهكم به، يعني ذاك اليوم دعوتين عليه، ما يكون صحفي اليوم عليه دعوة أو دعوتين في محاكم الأجناح، وهذا ترهيب إذا حتى يبقى مستمر على أنه يمدح السلطة ولا ينتقد هذه السلطة الحاكمة. نعم، يعني نتحدث هنا وكأنه لا يوجد مادة في الدستور أو في القانون يعني تحمي الصحفيين وتحمي أيضا حرية التعبير. السؤال هنا، أليس حريا بالبرلمان والحكومة تطبيق نصوص الدستور الذي وضعوه بأيديهم، خاصة المادة 38 التي تنص على حرية التعبير وتكفلها وتضمنها أيضا؟ الدستور اجى في الماده 38 حريه التعبير والاعلام، لكن هذه الماده لا تطبق على الواقع. البرلمان ملكه ما يسد القرار، يريد يسوي يعني حظر الجرائد الاعلان الالكتروني ويكمل افواه اكثر، لانه البرلمان هم متعرض الى النقد من الصحفيين ومن الاعلاميين، فلذلك يشوف يريد يشدد العقوبات على الصحفيين حتى لا تظهر كلمتهم إلى العالم. الصحافة في العراق مؤثرة بالرأي العام ومؤثرة بالرأي العام العالمي، لذلك يجب أن تسكت هذه الكلمة حتى لا تثير عليهم ما يعانوه من مشاكل داخل البرلمان. داخل البرلمان عندهم مشاكل كثيرة ما يبدو تطلع إلى المواطنين، وبدليل أنه المفروض أن يعلن الجلسة بالتلفزيون ما يطلعوها نهائيا، ما يطلعوها. نعم. لكن يشوف مقتطفات من عندها أنه هذا يهين هذا وهذا يهين هذا، يعني هو مو برلمان للدولة. شكرا جزيلا لك. إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والناشط المدني عادل الجبوري، شكرا جزيلا لك.